مرض شهير جدا جدا، اكيد من الصور انتوا بداتوا تستوعبوا هتكلم عليها، البروستاتا، تضخم البروستاتا الحميد، وايضا خف الكثير من الرجال خصوصا اللي في العيله عندهم التاريخ المرضي للكانسر بروستات، سرطان البروستاتا، بيخافوا جدا. لكن خلينا نقول انه كثير جدا من الرجال عندهم ما يسمى بتضخم البروستاتا الحميد. والاعراض هي اعراض على فكره تتشابه مع امراض كثيره جدا، نعد مع بعض. اول حاجه تبول بشكل متكرر، يظن ساعتها الرجل انه تبول بشكل متكرر نتيجه ان الدنيا ساقعه شتاء، او بيشرب ميه كثير فبيذهب للحمام كثير، او ربما يشبه ان عنده سكر. الشعور بالحاجه الى التبول بشكل مفاجئ، ده مش عرض يعني مزعج للغايه، ممكن جدا برضو يعدي على اكثر عقليه علميه مرور الكرام. صعوبه البدء في عمليه التبول، برضو كثير من الرجال ما بتتنبهش لهذا العرض. السلس البولي، اهو ده بقى عرض ربما يكون عرض محرج، يعني كثير من الرجال لا تتحدث عن هذا العرض. كثرة التبول اثناء الليل، كثير من الرجال تقول لي طب ما انا بصحى من النوم اثناء الليل كتير، يعني ايه العدد اللي هتقوله لي عشان اعرف ان انا اكثرت بقيت كثير التبول مش عادي التبول اثناء الليل. الشعور بالام اثناء التبول نفس المعنى، ظهور دم في البول، هنا الاعراض بقت تبقى خطيره. لما اقول دم على طول تتحول الامر او يتحول الامر من اعراض مشتبه بيها الى اعراض مؤكده. ضعف تدفق البول، اهو ده من الاعراض اللي الرجاله بتاخد بالها منها قوي. ايضا الاصابه بحصوات الكلى احيانا، تخيلوا تضخم البروستاتا يمكن ان يؤدي الى مشكله كبيره جدا في الكلى. الحوار اليوم مثير لان احنا نتكلم على البروستاتا، هذه القصه المثيره اللي اصبح علاجها سهل للغايه، وكثير من الناس مش عارفه حاجه خالص عن الموضوع برمته. ضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم القدير في هذا المجال، والحقيقة كاريزما خاصة وشارح رائع لموضوعات صعبة للغاية، هو الأستاذ دكتور أحمد سعفان، أستاذ الجراحة للمسالك البولية واضطرابات التبول من كلية الطب جامعة عين شمس، الدكتوراه جراحات المسالك البولية وعضو الجمعية الدولية للتحكم البولي، الاسم الكبير. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور أيمن، نورنا وي ميس يو. ربنا يخليك، مفتقدينك. إحنا المفتقدينك بجد دايما، ومفتقدين مواضيعك المهمة جدا، لأنه أنت النهاردة قلت لي البروستات، محدش يعرف حاجة عن البروستات على فكرة خالص. دي حقيقة. واحنا انا بأصدم دايما مع العيانين لما يجي يقول لي هي البروستاتا دي فين اساسا؟ والناس كتير قوي ما تعرفش ايه البروستاتا وايه اهمية البروستاتا ومشاكل البروستاتا ايه بالظبط. مرة اشتغلت سموان، يعني اشتغلتها واحدة، يعني قلت لها انت كده عندك مشاكل في البروستاتا واحدة، وقعدت تبحث هي في النت. طبعا في ستات كتير قوي بتبقى جايه مع جوازها يقول لك طب واحنا البروستاتا بتاعتنا عامل لها ايه اخبارها؟ بالظبط، البروستاتا غير موجوده في الاناث. بالظبط مظبوط. ايه بقى اعراض البروستاتا وايه تضخم البروستاتا؟ هي البروستاتا لازم نشرح الاول البروستاتا برضو للراجل العادي، ان البروستاتا دي عباره عن غده موجوده اسفل المثانه معدي منها مجرى البول. البروستاتا عند الشاب البالغ بيبقى حجمها حوالي 18 جرام، ودي مسؤول عن حاجه واحده، عشان في رجاله كتير قوي بتربط ما بين الضعف الجنسي او عدم القدره الجنسيه بالبروستاتا. البروستاتا بمنتهى البساطه هي المسؤوله عن افراز المني اللي هو بيخلق جو للحيوانات المنويه عشان يقدر يقوم برحلته لغايه ما يوصل للبويضه. فالبروستاتا دي الغده اللي تحت المثانه، ويمكن زمان قوي كانت الرجاله بتكره كشف على البروستاتا، دايما احنا بنحس البروستاتا في الجزء الخلفي عن طريق الشرج. وده طبعا اختبار بيبقى مهم جدا، ساعات كتير قوي بيفرق لنا ما بين البروستاتا العاديه والبروستاتا المتضخمه. البروستاتا اذا سؤال مهم جدا، امراضها ايه؟ البروستاتا عندنا طبعا في حاجه مهمه جدا يا دكتور ايمن، زي ما حضرتك ذكرت اعراض البروستاتا، البروستاتا دي ممكن توصل للفشل الكلوي. يعني لو وصلنا لمرحله توصل للفشل الكلوي. ناس كتير قوي بتربط ما بين حجم البروستاتا واعراض البروستاتا، احنا بالنسبه لنا كدكاتره مسالك اللي مهم بالنسبه لنا الاعراض. ليه؟ ان البروستاتا متقسمه الى فصوص، تعتمد من راجل لراجل على في انهي فص هو اللي كبر. ان لو احنا قلنا مجرى البول معدي من جوه البروستاتا، لو الفصوص الخارجيه هي اللي كبرت ما بتاثرش على مجرى البول. بس لو الفص اللي في النص او اللي حواليه مجرى البول
ده اللي بيحصل، بيعمل نوع من خنقه للبول، فالبول ما بينزلش كويس، فيؤدي الى ايه؟ ان البول بيفضل بكميات كبيره جوه المثانه، فيؤدي الى بقى كل الاعراض اللي حضرتك قلتها، ان كثره التبول، عدم التحكم في البول، العيان يصحى كتير قوي من البول، لما يجي يتبول ما بيلاقيش البول بينزل. دي الاعراض بتبتدي واحده بواحده لغايه ما بتزيد، توصل لغايه الاحتباس البولي. تصل الى مرحله الاحتباس البولي. اوكي. هنا السؤال الهام جدا، الاسباب والاعراض، الاسباب ايه؟ الاسباب احنا لازم نعرف نتيجه تاثير الهرمون الرجوله اللي في جسم الراجل، فاي راجل فوق سن ال 45 وال 50 سنه بيحصل تضخم في البروستاتا. التضخم ده بيبقى حاجه من الاثنين، الاغلبيه العظمى تضخم حميد، بس في نسبه في بيبقى تضخم خبيث. عشان كده من الحاجات التشيك والروتين المهمة جدا للرجالة فوق سن الخمسين اللي احنا نعمل دلالات أورام البروستاتا، وبنعملها بمعدل كل سنتين. لازم، وده من ضمن التشيك الروتين، ان لا قدر الله لو سرطان البروستاتا اتشخص بدري علاجه هايل ونتائجه حلوة جدا. ان سرطان البروستاتا سرطان بيعتمد على الهرمون، فعلاجه نقدر نعمله كنترول، ونسبة الشفاء فيه عالية جدا، غير عكس أي نوع سرطان تاني. التضخم الحميد بقى ده قصة تانية. التضخم الحميد بياخد وقت طويل جدا لغاية ما يبتدي يعمل أعراض حقيقية. والغريب بقى إن الرجالة كتير بتفضل صابرة على نفسها، يعني يبتدي يقول لك الأول أنا ما بقدرش أحضر الميتنج في الشغل لغاية الآخر. ما بقدرش أركب العربية فترة طويلة. أنا لازم أجري على الحمام كل شوية، لو في حد في الحمام وأنا مزنوق دي مشكلة كبيرة، ممكن البول يعدي مني. ده في رجالة بقى يا دكتور أيمن بيعملوا حركة أخطر، اللي هو لو خارج أو رايح مشوار بعيد يقلل شرب المية، أو يفضل اليوم اللي قبليها كله ما يشربش مية عشان مش عاوز مشكلة. ودي برضو مشكلة مع الناس كبار بقى، أهالينا الكبار اللي هو الستين والسبعين سنة، هو يا عيني البول بيهرب منه، مش قادر يتحكم على البول، فتلاقيه ما يخرجش بره بيته، مش عاوز يروح أي حتة، عصبي جدا، مش مستحمل حد يبقى موجود في الحمام وهو عاوز يخش، مع ان الموضوع سهل زي ما حضرتك قلت، العلاج دلوقتي بدا يختلف، بس لغايه دلوقتي في ذاكره اهالينا عمليه البروستاتا دي يعني فتح البطن، يعني دلال طالعه، يعني قسطره، يعني المريض قاعد 10 12 يوم وممكن ينزف. وتسمع بقى قصص من ابهاتنا الكبار، اصل انا ابويا عملها ومات، اصل حصل له نزيف. يقال انه علي الكسار الله يرحمه مات بعد عمليه بروستاتا. ده ناس كتير قوي من المشاهير. لان زمان كان الوصول للبروستاتا او تضخم البروستاتا هو فتح البطن والدخول جوه، والدكتور بيشيلها بصبعه من غير ما يشوف، فكميه النزيف اللي بيحصل تبقى كبيره جدا، فالعيانين فعلا بتعاني معاناه شديده، وكان بيبقى في اعراض بعد العمليات الجراحيه ده، عدم التحكم في البول، ان الصمام اتاثر. طبعا دلوقتي بعد التكنولوجي الجديده الدنيا اختلفت. الدنيا اختلفت والموضوع بقى بسيط، ودايما احنا بننصح عياننا ما تستناش لما الحاله العامه بتاعتك تبقى وحشه، ليه تستنى؟ لو عندك تضخم في البروستاتا ليه اعراض ومحتاج تدخل جراحي ارجوك ما تستناش. دائما ارتباط البروستاتا بالسن عند الجمهور العربي، وسؤالهم دائما هل كل بروستاتا متضخمه يعني تاتي في سن كبير، ام ان الموضه اصبحت الان زي موضه كل الامراض، ظهور مرض كان مرتبط بالسينيليتي بالتقدم في السن في سن مبكر؟ هذا سؤال مهم جدا نسمعه من جمهورنا. مع التقدم في السن برضو بيبقى في مشاكل كتير في البروستاتا، فايه المؤشرات اللي تخلي حد في سني مثلا كده بعد الخمسين يروح للدكتور عشان يستشيره في الجزئيه دي بالذات؟ سؤال استاذنا الفاضل كمان يتضمن في داخلي تخوف من البروستاتا الخبيثه، من الكانسر بروستاتا. صدقني هو دي حقيقة. يفكر بشكل مباشر في التضخم الخبيث مش التضخم الحميد، ودي حقيقه. المريض لما بيجي ونقول له انت ما عندكش سرطان ده تضخم حميد، بيحس براحه نفسيه متناهيه، ويبتدي يقول لي طب نبتدي نعمل ايه، غير لما يبقى عنده قلق اللي هو عنده شك في سرطان بروستاتا. ودي حلها احنا بنشرحها للجمهور بمنتهى البساطه، اللي احنا بنعمل تحليل اسمه دلالات اورام بروستاتا، ودي عينه من الدم المفروض بيتعمل فوق سن ال 50 مره كل سنتين، بي اس اي في التوتال والفري. ده احنا بنعمله روتين،
حتى لو مريض جاي لي فوق الخمسين سنة بيشتكي من حاجة تانية خالص، أنا بعمله روتين عشان مهم جدا اللي هو يعرف البيز بتاعه ويعرف يتابع إزاي ويعرف الدنيا فيها إيه. فده مهم جدا. أعراض، إيه الفرق بين البروستاتا الخبيثة في أعراضها والبروستاتا الغير خبيثة؟ في الأول الأعراض واحدة، وساعات البروستاتات الخبيثة بتكتشف بالصدفة، بالصدفة البحتة، وطبعا تاريخ مرضي بيبقى عنده يعني استعداد أكتر من غيره. بس كل ما احنا بنكتشف السرطان وهو داخل غدة البروستاتا وقبل ما يطلع براها، كل ما الحل بيبقى جذري أكتر وكل ما تبقى النتائج أكتر. بس للأسف احنا بنلاقي ناس بتجيلنا إن الورم طلع برا البروستاتا ووصل لغاية الكبد، وصل لغاية العظم، وصل لمناطق تانية، ده بيبقى واخد سكة تانية خالص. يظن الكثيرون أنه البروستاتا مشكلتها تعني تدخل جراحي، لا يعرفون أو لا يستوعبون أنه الأدوية الآن أحدثت تطور كبير. أيضا على عكس، هناك البعض يظن أن كل الحالات يمكن أن تعالج بأدوية، يعني بروستاتا متضخمة للغاية، أو يقول جملة طب ما تديني دواء. فعلا زي ما حضرتك بتقول يا دكتور أيمن، الفترة اللي فاتت آخر الخمس سنين حصل طفرة في الأدوية. إن الأول كنا بندي علاج البروستاتا، كانت الأدوية دي بيبقى ليها أعراض جانبية بتضايق العيان جدا، منها هبوط الضغط، الزغلالة، فتلاقي العيان تعبان مش قادر يمارس حياته العادية. مع ظهور الحالات السلكتيف والسوبر سلكتيف من الأدوية اللي بتشغل على البروستاتا بس، بدأت تطلع دلوقتي أدوية فعلا بيجيب نتائج كويسة. واحنا دايما عندنا كذا مقياس عشان نقول للعيان انت هتاخد علاج، انت هتتابع ما تاخدش حاجه خالص، انت هنعمل لك تدخل. بس انا مختلف دلوقتي على حته التدخل الجراحي، احنا ما بقاش عندنا مشرط، المشرط ده بقى قليل قوي من التكنولوجي ومن المناظير، بقى المشرط عدده قليل. الادويه احنا المقياس عشان اقول للعيان الفرق ما بين الثلاثه كاتيجري دول، اولا الاعراض واحد، اتنين المهم جدا كمية البول المتبقية بعد التبول، هل البروستاتا بتحوش في المثانة كميات كبيرة ولا لا، دي نقطة مهمة جدا، هل تأثير الكليتين وشكل المثانة على الموضوع، كل ما بيحصل ارتجاع في البول كل ده بيخليني اتسرع اكتر للتدخل، كل ما بيبقاش فيه كمية بول بعد التبول بكميات كبيرة او اعراض اضطرابات البول عند الرجل قليلة، اتجه اكتر ناحية العلاج الطبي. وعاوز اقول لحضرتك ان اكتر من 60% او 70% من العيانين بياخدوا علاج طبي، بس علاج طبي بمتابعه. يعني العلاج الطبي ده مش زي مرض السكر ولا الضغط هياخد الدواء طول عمره، لا لا، لازم يحصل نوع من انواع المتابعه مع الطبيب. لو قيل لنا في عالم الطب مين اكتر فرع او اكتر مرض تقدمت الاساليب الحديثه فيه تقدما كبيرا، لا كانت البروستاتا اعتقد على عرش وفي مقدمة هذا السباق. طبعا المناظير، الأساليب الحديثة، الليزر، التبخير، أساليب كثيرة جدا حولت البروستاتا من عملية إلى بروسيدر لواحد يوم، ليوم واحد فقط. إيه أشهر ده ساعات كمان يا دكتور أي. يعني عاوز أقول لحضرتك أنا يمكن لما اتخرجت من 25 سنة كان مريض البروستاتا ده يفضل قاعد معايا في المستشفى 10-12 يوم، وكان عذاب على النايب او الدكتور الصغير، المتابعه والنزيف والقسطره بتتسد والكلام ده كله. احنا عندنا دلوقتي من الاساليب ان العيان ممكن يقعد معايا 4-5 ساعات في المستشفى ويقوم يروح والموضوع خلص. تمام. الناس دايما بتيجي تسال السؤال ده، انت عاوز تعمل لي هتعمل لي بروستاتا هتعملها لي ازاي؟ احنا عشان نبقى واضحين والدنيا تبقى بسيطه للمواطن العادي او للمريض، احنا عندنا 4 اساليب. الاسلوب الاولاني المنظار التقليدي، اللي احنا بنخش بنشتغل بمنظار عن طريق مجرى البول، نقطع الجزء المتضخم اللي قافل مجرى البول ده، بنشتغله بجهاز كي عادي خالص، درجة الحرارة بتاعته توصل ل 100 درجة مئوية، بيحصل فيها نوع من انواع النزيف الدم، ان ال 100 درجة ما بيقفلش الدم بنسبة 100%، فالمريض بيفضل محطة القسطرة لمدة 4-5 ايام، ولازم يبقى موجود في المستشفى لمدة 2 يومين عشان نتأكد ان الدم وقف. ويمكن هنا الفيديو هيبين لحضرتك ازاي احنا بنخش وبنبتدي نقطع. ده الاسلوب التقليدي اللي موجود في كل المستشفيات واللي كل الناس بتتعلمه. بالظبط ده الفيلم اللي بيبين لحضرتك ازاي احنا بنقطع اهو دلوقتي الجزء المتضخم حتة بحتة عشان نفتح المجال تاني ونشيل الجزء اللي ضاغط على مجرى البول. ده زي ما قلت لحضرتك موجود في كل المستشفيات.
بس طبعا ليه اعراض. ليه؟ ان دايما مريض البروستاتا بيجي لك راجل كبير عنده مشاكل في القلب، عنده مشاكل في السكر، عنده استعداد للنزيف، فمع المنظار التقليدي بيبقى قابليه النزيف اعلى شويه. زائد مهاره الجراح ما بتديلوش وقت، هو لازم يخلص العمليه في خلال 90 دقيقه. في 90 دقيقه انت مش هتقدر تشيل اكتر من 50-60% من الجزء المتضخم بس. فلو الراجل ده هيعيش له 10-15 سنه هيرجع يعاني منها تاني بعد 8-9 سنين. هي دي المشكله في المنظار التقليدي. عندنا تكنيك تاني ظهر بقاله حوالي 10 سنين اسمها التبخير. التبخير ده جهاز كي مختلف بيشتغل عند درجة حرارة توصل ل 300-400 درجة مئوية، بيشتغل عن طريق المحلول الملح، فما فيش أعراض جانبية، فبيقدر يدي للجراح فترة أطول. احنا بنقدر نشيل لغاية 60-70% من الورم. يمكن حضرتك ده الفيلم اللي بيبين هنا بيحصل نوع من أنواع التبخير للأنسجة مش قطع، فنسبة النزيف فيه بتقل. هنا المريض بيركب الأسطرة فترة أقل، ممكن نوصل لغاية 3 أيام، بيقعد في المستشفى بحد أقصى يوم ونص ويروح. مفيش مشرط، مفيش أعراض. الجهاز ده بدأ ينتشر شوية، بدأ يبقى موجود في بعض الأماكن المتخصصة اللي بتخلي النتيجة أحسن بكتير، وبالذات للناس اللي عندها قابلية للنزيف يا دكتور أيمن، لأن فرص نزيفه منعدمة. أقل بكتير، أقل بكتير، قليلة جدا، قليلة جدا. طبعا بقى بعد التبخير في بقى الطفرة العظيمة اللي حصلت في مجال المسالك واللي هي على رأس التكنولوجي، وهو الليزر. طبعا يمكن حضرتك شايف هنا التبخير ماشي بياكل بسرعة جدا، عمل تجويف كبير جدا عشان البول ينزل براحته. طبعا التكنولوجي العالية بقى قوي زي ما حضرتك شايف دلوقتي هو الليزر بقى. الليزر بتوصل بدرجة الحرارة بتاعتنا لغاية 1200 درجة مئوية، فبيقدر يشيل أغلب التضخم، مفيش نزيف اطلاقا، حتى لو في بعض العيانين ماشيين على ادويه سيوله ما بنوقفهاش ونقدر نشتغل فيها. فده بيديني الفرصه ان انا اقدر اشتغل مع اي مريض مع اي مشكله وما بقاش خايف عليه. يعني انا عندي مرضى 82 سنه و84 سنه ونعمل لهم الليزر ومفيش اي خوف من اي نوع. المريض يعود الى حياته الطبيعيه بعد الليزر مباشره. الليزر احنا بنتكلم في حضرتك 6 ساعات والعيان يوم يروح. يروح ثاني يوم الشغل، ثالث يوم. الثاني يوم وثالث يوم ويعيش. يعني العيان بيجي الصبح سايق عربيته، نعمل له الليزر، يروح وهو سايق عربيته. اعراضه تختفي في immediately؟ على طول. كويس. وطبعا بيبقى في بعض الاعراض الخفيفه زي حرقان في البول، حاجات بسيطه العيان يقدر يتعايش معاها لمده 10 ايام بس هو بيمارس حياته الطبيعيه. الحياه تختلف بعد ان كانت كلها معاناه ومحاذير الى حياه مختلفه. طبعا. يعني اقول لحضرتك ان في بعض المرضى بيجي لنا بوظائف كلى عاليه جدا نتيجه احتباس البولي اللي عندهم، هم مش عارفين، بينقطوا ما بيتبولوش، والبول بينزل نقط والبول هم ما يعرفوش ان البول بيرجع للكلى. مجرد ان احنا نعمل عمليه الليزر او عمليه التبخير، وظائف الكلى في خلال اسبوعين ثلاثه رجعت طبيعيه. هل هناك اطعمه معينه تستبعدها او لا تحبذها لمرضى البروستاتا؟ خالص. يعني احنا ملهاش اي علاقه. ليه؟ ده تاثير هرمون الذكوره على الغده. ليس له علاقه بالاكل ولا بالشرب، على عكس ما ناس كتير بتبقى فاهمه الكلام ده. يعني مساله مش الراجل مش هيفكر ياخد حاجات تقلل هرمون الذكوره، ده بالظبط الخطوره. يعني احنا بندي ادويه بس في حالات الكانسر، دي حالات خاصة جدا. ده حالات الكانسر، الحالات المتأخرة اللي احنا نوقف هرمون الذكورة على الكانسر عشان يبتدي ينكمش. قالوا له كلمة مشهورة جدا أو بيقولوا كلمة مشهورة في عالم الطب، إيه أكتر بيقولوا بتسمعها أو بيقولوها لك بتنرفزك وأنت في العيادة خاصة بالبروستاتا؟ دايما يقولوا طب هو أنا لو عملت عملية البروستاتا ده مش هيحصل انتصاب أو هيأثر على الناحية الجنسية؟ أقول له البروستاتا ليس لها علاقة من الناحية الجنسية خالص. البروستاتا غير مسؤولة عن الناحية الجنسية، وده يعني مفهوم خاطئ عند أغلب الرجالة. من الذي تعطيه كارت أحمر طرد في عالم علاج البروستاتا؟ اللي عنده احتباس بولي. لا تطرد الراجل؟ لا، هقول له دلوقتي حالا على العمليات انذار بالظبط، وكارت أحمر لأهله إن هم إزاي يسيبوه يوصل لهذه المرحلة. هم يستاهلوا. يستحق. الحقيقة أسلوبك الرائع بيدفعني دائما لتكرار الطلب لي والسؤال للزيارة، لأن زيارتك لنا تضيف لنا الكثير وتضيف لجمهور الدكتور الإعلام العربي وفهم المنطقة الهامة جدا في المسالك البولية التي
للأسف مخجور في الفهم في الإعلام العربي. أنت اللي بتدينا الفرصة الجميلة دي بس اللي احنا نعرف نعبر على اللي جوانا. أستاذنا الأستاذ دكتور أحمد سعفان، أستاذ جراحات المسالك البولية واضطرابات التبول بكلية الطب جامعة عين شمس، صاحب دكتوراه جراحات المسالك البولية وعضو الجمعية الدولية للتحكم البولي الاسم الكبير، كان ضيفي في واحدة من الحلقات الهامة جدا في الدكتور. خلي بالكم من بروستاتتكم كويس قوي، خلي بالكم من صحتكم، ولا تستهينوا بأعراض البروستات. أرجوكم، الكلى قد تدفع الثمن، والكلى عندما تدفع الثمن سيكون الثمن غاليا. خليكم دايما مع الدكتور.